الخربة هذيك. الشيء الثاني الأهم أن الطبقة الشغيلة والاتحاد التونسي للشغل يعني يعيش ويسترجع قوته، وإحنا دخلنا على خاطر تعلقنا بمبادئ الطبقة الشغيلة ودفاعا عنها وعن إضراباتها، راها اليوم معناها فك الوقت هذاك معناها تدافع على الديمقراطية والحريات والاستقلالية متاعها. يعني بالنسبة لي نحن حياة جديدة، يعني حياة كبيرة جد دبت فينا وأعطتنا أمل كبير ياسر. شيئا فشيئا إلى أن الاتحاد أصبح في واقع الأمر رابطة أو تجمع لمختلف طيارات المعارضة، وهذا اللي يفسر المناورات اللي خرجت أو صدرت من حزب من إدارة الحزب في هذه الفترة. ماذا حصل في هذه الفترة؟ يعني لا ننسى أنه منذ بداية السبعينات الجامعة أصبحت تقريبا كليا في يد الفصائل اليسارية، وعندما نقول الجامعة نقول يعني المتخرجون في المستقبل من رجال التعليم ومن موظفين وإلى ذلك وغير ذلك. هؤلاء بعد يعني الخروج من الجامعة أين سيجدون متنفس للنشاط؟ الفضاء الوحيد للنشاط كان هو الاتحاد العام التونسي للشغل، لأن البلاد كانت تعيش حالة من حكم الحزب الواحد، يعني نظام الحزب الواحد. لم تكن هناك تعددية سياسية، هناك حركة سرية، ولكن الحركة السرية مهما يكون حجمها لا تستطيع أن تجمع عدد كبير من الناس، لأن مبدأها هو السرية. وزيد على هذا بطبيعة الحال مسألة الفوت، تكوين نقابة مستقلة ومناورة وقعت بين السياح وبين المرحوم شو اسمه الدشراوي، ومنظمة نقابية فهمتني، ولا يظهر لي حتى وصلوا بس عملوا حتى القانون الأساسي بتاعهم، منظمة موجود القانون الأساسي بتاعهم. كل هالمناورات هذه خلتنا شوية بشوية الثقة اللي ارتكز عليها الوفاق وارتكز عليها التضامن والعمل معناها المشترك في نطاق السياسة التعاقدية، كل هذا بمحل. ومن هذا بطبيعة الحال تأزمت الأمور بعد ما واحد عبد الله الوردني فهمتي ولا تهدد الرئيس معاوض اغتيال لعيب عاشور، هذه بس حاجة بسيطة وصارت في سوسة في اغتيال القصر. الواحد يقول اسمه حسن موسى كان إنسان أنا قائد ميليشيا واتصاله معنا دائم مع الداخلية في سكرة خمرية حضر فيها هذا واحد عبد الله المبروك عبد الله الورداني يقول كان بوكسور قبل، ومن المفارقات يعني من لحومة شعبية حتى في أوقات كنت نترين معه في صالة كل حتى نتعرف حتى بقبل نتعرف حتى اللي وصلت أنا قريت على روحي ووصلت في مستوى لبس به وشديت المسؤولية في الاتحاد الجوي، وهو كان وقت هذاك فلاق لأنه هو اللي قتل صلاح بن يوسف. باش تبدو تعرفوا هذا السيد هذايا وقتاش قتلوا وقتها لأي نقرة في بولونيا، شوف المفارقات العجيبة، أي نقرة في بولونيا في بقعة يقولها أوتش، وهو جاء مع زرق العيون على أساس كونه باش يعملوا بوكس باش يلعبوا البوكس، وهو مش لبوكس حتى شيء، جاوا خسيس لصلاح بن يوسف ليلتها انصرت في الراديو وقتلوا صلاح بن يوسف. السيد هذا توعد باش يقتل لحيم عاشور في الجلسة هذه، كان فيها حاضر فيها واحد يقول سعد البلومي، لأنه هذا عبد الورداني هربوه الحبس هما لأنه كان قعد برا كنا نقتلوه. عملت فوق الأخرت أراها مش حبوا يحرقوا الشديرة متاع وتيل أقصر. قلت يدوس الأقصر لا أمسيت وقتها على دوفين كان تقبل اسم كربة فيها اسمها دوفين، مشيت غادي نلقاهم نشوف القوة العمالية شجرة قدسنية معناها قلعوها من جذورها وعملوا بها برا سدوا عليها باش يدخلوا محد، وصلت قد وخذيت الكلمة وبديت نخطب بديت نوعي بسي مش خلقت، لأنه كنت ذاك في سوسة سير بوكينج كلها معبية بالتوريست مديرهم شيء كبير شيء كبير، والحمد لله ربي سبحانه وتعالى ما عملوش العمل هذي. لكن واش عملوا؟ حرقوا المناج قبل كان ثمك المناج بتاع تساكر تاع عبد الله الورداني كما في الصفاقس بتاع الجربي فهمني، حرقوه طرف طرف وشفيه المناج لانه فيه تصويره بتاع هذا عبد الله الورداني بورقيبه يقلد فيه وسام الجمهوريه لانه قتل صلاح بن يوسف مش تعرفوا علاش، ومع ذلك حرقوا قهوه البلار. تعرف علاش قهوه البلار؟ لانه فيها واحد يقولوا قاسم قش اللي بعثوه باش يقتل احمد بن صالح في باريس،
هذا راهو برشا ناس ما تعرفوش، لازم تعرف حتى يعرفوا الحقيقه. اي نعم، هذا هذا اللي كان مكلف باش يقتل حبيب بن صالح في باريس، قاسم قشكش اسمه، ورداني زاد كيف كيف. حاجتين هي اللي ادت الى 26 جانفي، حاجتين كما قلت اللي هما في الاصل متعارضين متباعدين. شنو هما الحاجتين هذوما؟ الحاجه الاولى هي اللي خلاه يوقع بطبيعه الحال، يعني العمال هبوا للشوارع وخرجوا، مش خرجوا هكاك ما لقوا ما يعملوا، ولا قالوا لهم برا اخرجوا اخرجوا، لان هما يعيشوا ظروف يعني اجتماعيه، ظروف معيشيه، غلاء معيشه، ظروف مهنيه سيئه جدا، سواء بون بالنسبه للجانب المعيشي، بالنسبه لقطاع الموظفين والعملاء، وخاصة يعني اللي كانوا في ظروف يعني تعب برشا، خاصة يعني العمال، وخاصة في ذلك الوقت عمال قانون أفريل 72 لأنه يعني قاعد يتسع، دونك ظروف العمل، ظروف المعيشة، غلاء المعيشة في الوقت اللي الأجور براتيكمون قاعدة يعني يعني مجمدة، ما فماش حتى شيء من هذا القبيل. خلينا نعرفوا كيفاش؟ باش مش تكبر المشكل داخل أبو إياد. هادي من فلسطين الله يرحمه، لان وعما وطلب من سي الهادي باش نعملوا اجتماع في دار طارب الخوجه. شكون اجتماع شنو يعني طارب الخوجه والحبيب عاشور والهادي نويره، وهو في الاجتماع وصل باش يقول سي الهادي مستعد باش نجيب لك الفلوس 19 مليار اللي انت حاجتك بهم نجيبهم لك، وما تعملش مشكل، لان ليس عدنا باش توقع مشكل في تونس، لان احنا كمنظمه فلسطينيه لقينا راحتنا في تونس، ثم الاتحاد العام هذايا من قبل يعاون فينا ما يساعدناش بتوقع حركه بيناتكم. ما وقعش اتفاق هذايا، ما حبش هذه خليها نرفض، عنده الحق حكومه كان ما خدش الفلوس. يقول الضرب 26 جانفي هو يعبر على ازمه سياسيه قبل ان تكون ازمه اجتماعيه، لا محاله فما موضوع اساسات قاعده ما خذتش معناها حظها، لكن بين قوسين قبل الاضراب في المحاكمة عبد الله فرحات ومحمد جمعة يقولوا تقابلنا مع الحبيب عاشور قبل الضرب وبلغنا ان فما ضرب عام مش يعني، وعرضوا عليه قالوا له هالحاجات هذوما كل نحلوها، والموعد نتاع ابريل نجم يحطوه في جاوبي ولا في فيل، قال ما نجمش مانيش مستعد، الى غير ذلك من المحاولات اللي وقعت. احمد المستيري زاد كذلك وحاسي بن عمار مشاو على اساس انهم يتفاداوا هالاضراب العام، لربما هو في نظر الحبيب عاشور رد فعل ربما مناسبه لاستعراض القوى، ربما ما كانش يتوقع على باش يسير منه، لكن كل اضراب هو سلاح في يد العمال. الاضراب العام شخصيا اقول هو من الاسلحه ذات الدمار الشامل. ما يقعش استعمال كيما البومبا اتوميك، ما يقعش استعمال الاضراب العام في جميع الصور. حصلت استقالات الوزراء، استقالات او اقالات للوزراء بضعه اشهر قبل هذه الاحداث، على اعتبار انه هؤلاء الوزراء كانوا يريدون اتباع منهج سلمي في التعامل مع الازمه الاجتماعيه والازمه النقبيه، وبالتالي اصبح الطريق مفتوحا امام الحل العنيف وهو الحل الامني ضد النقابيين. فيعني احداث 26 جانفي 1978 التي يعني وقع انزال الجيش فيها في الطرقات لافشال الاضراب العام، وهو الاضراب العام الاول في تاريخ تونس المستقله. يعني هذا اليوم اكتشف التونسيون الحد الذي يمكن ان يصل اليه نظام احادي، نظام حكم لم تكن يعني لم يكن هناك من اي فوارق بينه وبين انظمه الحكم القمعيه الاخرى في امريكا اللاتينيه في تلك الفتره وما الى ذلك. وكيف يمكن ان تتحول الدوله الوطنيه التي نشات بتضحيات التونسيين ونشات على يعني نظريه خدمه الشعب التونسي، كيف يمكن ان تتحول هذه الحكومه وهذه الدوله الى قاتل ومطلق نار على الشعب التونسي الذي كان بالإضافة بطبيعة الحال إلى الشعارات السياسية التي كان يشحنها اليسار في صفوف المحتجين، كان هناك يعني احتياج حقيقي
وأزمة اجتماعية واقتصادية حقيقية يعاني منها التونسيين في هذه الفترة، حاول التعبير عنها بالانخراط في التحركات الاحتجاجية للاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقبي. وجود محمد المصمودي مع الأحباب عاشور ومع القذافي، بالنسبة لهذه الويرة اللي القذافي بطبيعة هذه الويرة كان ضد اتفاق جربة اللي مصمودي كان لدى به، وفي وقت من الأوقات حتى جاءت معناها فما مؤامرة وقعت من طرف القذافي، فما ناس جاءوا حبوا يقتلوا هذه الويرة هنا في تونس. دونك بالنسبة لهذه الويرة العدو اللدود متاعه هو القذافي، والمنافس الكبير السياسي ليه هو المصمودي. الحبيب عاشور يمشي ويقعد مع الناس هذوما في اجتماع وحدهم راس راس، إيش قالوا وش ما قالوش وش عملوا وش ما عملوش وشو السبب. لكن بالنسبة لهذه الويرة المشية هذه أثرت فيه وقلصت من الثقة اللي كانت عنده بالنسبة للحبيب عاشور.